السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الشيف رشا علي. إن شاء الله النهاردة أقدم لكم وصفة جميلة جدا ومن أكلاتنا القديمة اللي احنا كلنا بنحبها. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ورقة اللحمة بالبطاطس والخضروات. احنا محتاجين نص كيلو لحمة من البوفتيك، وبنقطعها صغير شوية، يعني حوالي مثلا حجم كده صباعين. وعندي شرايح طماطم، عندي البطاطس بقشرها وطبعا بغسلها كويس وبقطعها شرايح. وعندي هندخل عليها كده حاجة جديدة اللي هي نستعمل معاها الفلفل الألوان. عندي هنا شرايح البصل، وعندي ثوم مهروس، والصلصة معلقة صلصة طماطم، والمجموعة التوابل الشرقية الجميلة. هنحط عندي حبهان، عندي بودرة ثوم، كمون، بودرة بصل، وكزبرة، وملح وفلفل. تعالوا نشوف مع بعض طريقة تطبيقها ازاي، وازاي نقدر نعمل الطبق الجميل ده. ودلوقتي هنبتدي نطبق الأكلة بتاعتنا. هنبتدي نحط الطاسة بتاعتنا على النار تسخن، هحط لها شوية من الزيت. انا احب اخد اللحمة بتاعتي كده تشويحة بسيطة على النار، بتدي طعم احلى وبتساعد في التسوية في الفرن، ما بتاخدش كده وقت كتير معايا. عندي هنا شوية برضو يعني سمنة خفيفة، هي كده سخنت اهي. حط حاجة بسيطة كده، مش هنستعمل دهون كتير. وهجيب شرايح اللحمة المتقطعة عندي جاهزة، هي سخنت كده على طول. الصوت الطشة ده هيدي صدمة للحمة ويخليها تحتفظ بالخواص بتاعتها، تدي طعم احلى كتير. هاخدها تشويحة كده سريعة، بتبتدي على طول تغير لونها زي ما انتم شايفين. انا من هنا مش هسويها، يعني بديها طعم حلو والتسوية خفيفة، بس هي هتكمل طبعا تسويتها معايا في الفرن اما مع الخضروات بتاعتها والسوائل اللي بتنزل. فالطعم طبعا الخلطة دي تخلي طعم جميل جدا. وباخد كده، شوف ابتدت تاخد لون على طول. اول ما بتاخد اللون دوت ببتدي عندي شرايح البصل بتاعتي، هبتدي احطها برضو على النار. انا بحب ادبلها شوية عشان برضو ما بتاخدش كده وقت كتير معايا في الفرن. قلب ده كده مع بعضه. وهنزل بحاجة بسيطة من الثوم، يعني نقدر نقول كده قد معلقة صغيرة، اللي بيحب يكتر يكتر. الثوم عموما مفيد وجميل، وانا بحب استعمله يعني في كل الاكل تقريبا. هبتدي احط التوابل بتاعتي، عندي بودرة بصل. طبعا التوابل دي بتبقى برضو اختيارية، يعني كل حد يحب يزود حاجة. لو عايزين الاكل سبايسي، لو عايزينه عادي. هحط هنا الملح، برضو الملح ما نكترش منه، بس مهم طبعا جدا. شوية من بودرة الحبهان، عندي الكزبرة الناشفة برضو، مهمة دايما في الاكل الشرقي استعمال الكزبرة الناشفة. واكيد فلفل اسود، ده برضو يعني في ناس ما بتحبش تكتر منه، ده بيبقى حسب الرغبة. وعندي البهارات المشكلة نص معلقة، وشوية من الكمون كده حوالي ربع معلقة كمون. ونخلط كده ده كله كده مع بعض. تبتدي بقى الريحة الجميلة تطلع بتاعت البهارات الشرقية دي، مفيش احلى منها فعلا. كده اوكي، اخدت التشويحة بتاعتها. نبتدي بقى ايه، نجهز الصينية اللي هتخش الفرن. انا هنا عندي الصينية زي ما انتم شايفين، جبت صينية عادية خالص للفرن وفرشتها كلها بورق الفويل، ورق الالومنيوم، عشان نبتدي نجهز الصينية بتاعتنا ونشوف هتجهز ازاي. هجيب ورق الزبدة، الورق ده طبعا بيتباع مع، ممكن بتلاقوه في نفس القسم اللي بيتباع فيه الفويل. هفرش الصينية بتاعتي بطريقة اللي انا مقفلها تبقى متغطية من كل الاتجاهات، نعملها زي حرف زائد كده كده على حوالين الصينية بتاعتي كلها. وهبتدي اول طبقة هحط شوية من البطاطس،
اللي هيثبتوا لي الورق بقى. الورق ساعات بيبقى طالع كده، فالبطاطس تقيل هيخليه يثبت لحد كبير. دلوقتي حطينا كده اول طبقه بطاطس، نايم كده بس الورق شويه عشان نعرف نشتغل عليها. وادي كده نبتدي، عندي شرايح الطماطم برضو حط هنا كده شويه. هنقسم الكميه، يعني هنحط قد اللي تحت هنحطه تاني فوق. ودلوقتي هنبتدي برضو نوزع شويه من الفلفل الالوان. لو عايزه تزودي الوان تانية على الفلفل الاخضر مثلا اوكي، زي ما بتحبوا، هو بيدي طعم جميل وريحه حلوه قوي. دلوقتي بحط الصلصه بتاعتي على اللحمه واقلبها. الصلصه دي هتدي طعم وريحه حلوه قوي، ومع السوائل هتبتدي تندمج يعني الاكله كلها على بعضها. اخلطها كده وانزل بيها. ودلوقتي هعمل طبقة تانية من البطاطس، نحط زي ما قلنا طبقة تانية على الوش، عشان كده بقت اللحمة في النص تبقى كده محشية بقى الموضوع كده كله. نحط بقى برضو تاني طبقة من الطماطم. واخر حاجة هحط اخر حاجة الفلفل الرومي زي ما انتوا شايفين، ابتدي برضو اوزعه. وكده بعد ما رصيت كل الطبقات هبتدي بقى اقفلها، لان القفلة دي بقى اللي هتسويها هتحبس الحرارة وتدي الطعم، هتخلي المية تنزل، كل الاكلة تختلط طعمها مع بعضها، الخضار مع اللحمة مع البهارات وطبعا السمنة والنكهات كلها، وهتدينا الطعم الهايل بتاع ورقة اللحمة اللي بنحبها كلنا. نبتدي بقى نقفل كده اول حاجة للورق اللي هيحبس البخار وبيخليه يساوي طبعا الاكل، وبعدين نقفل بالورق ده برضو الالومنيوم. الفويل او الورق الالومنيوم هي برضو بيساعد ان البخار ما بيطلعش وبتستوي معايا كويس قوي في الفرن. وهدخلها كده، انا عندي الفرن ابقى مسخناه قبلها مثلا بخمس دقايق كده، يبقى سخن كويس، وهبتدي ادخلها الفرن تاخد سواها، يعني بتاخد من ساعة لساعة ونص على حسب قوة الفرن وحرارته. ودي اكلتنا بعد ما خلصت وطلعت من الفرن، شايفين قد ايه جميلة والريحة ما اقولكوش حلوة قد ايه. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم، والف هنا وشفا.